اهلا وسهلا بكم في قناة عالم العطاء The World of Giving. نتابع اليوم دورة اساسيات تخطيط وادارة المشاريع، وقد وصلنا للدرس الرابع والذي يعنون به تفاصيل المؤسسة والمالكون Considering the organization and stakeholders. كما نعلم انه عندما نبدا في مشروع فاننا نفكر بعدة اشياء مختلفة. اولا نحدد غاية المشروع، أهداف المشروع وأوجه المقارنة بينهما، وأخيرا نأتي إلى المؤسسة والمالك. دعونا نتحدث أكثر عن كيفية تحديدنا للمؤسسة التي ستتولى أعمال المشروع وأصحاب المصلحة المتأثرين به. هناك مجموعة من الأسئلة الواجب التفكير بها، ومن الطبيعي أن يكون أول سؤال يخطر بذهننا: من الذي سيقوم بالعمل؟ هل سنوظف من العاملين لدينا؟ أم أننا سنعتمد على مقاولين خارجيين؟ وإذا كنا سنعتمد على مقاولين خارجيين، فمتى يتدخلون تحديدا؟ ما مقدار سيطرتنا على الأمور ومقدار سيطرة الآخرين؟ سؤال جوهري آخر، وهو: من سيكون مدير المشروع؟ هل هو على دراية بشركتنا وعلى دراية بموظفينا، أم أنه جديد على العمل وعلى المجموعة؟ علينا أيضا معرفة من سيتحمل تكاليف هذا المشروع، أي من سيمول المشروع ومتى سيكون التمويل متاحا. بعد ذلك سنفكر باستهلاك نتاج المشروع أو الخدمة، من الذي سيستعمل نتاج المشروع في نهاية المطاف، أي بالمختصر من هو عميلنا النهائي. أخيرا قد يكون هناك سؤال جوهري آخر، وهو: من أيضا قد يتأثر بهذا المشروع؟ هل هو عامة الناس، أي أن المشروع موجه لهم، أم الحكومة؟ وكيف لهم أن يملوا علينا النتائج المتعلقة بمشروعنا؟ من الأطر الأخرى التي قد يفيدنا التفكير بها عند التفكير بأصحاب المصلحة ضمن المؤسسة هي دورة أصحاب المصلحة. لدورة أصحاب المصلحة عدة خطوات، دعوني أصطحبكم فيها خطوة خطوة، وبعد ذلك سأعطيكم مثالا مختصرا لتوضيح الأمور بشكل أكبر وإضافة بعض الحيوية إليها. تبدأ دورة أصحاب المصلحة بتحديد جميع أصحاب المصلحة المتأثرين بمشروعنا والذين يؤثرون على نجاح المشروع. أولاً نحدد من هم المسؤولون أو أصحاب المصلحة. ثانياً نقوم بجمع المعلومات عنهم. ثالثاً نحدد مهمتهم. رابعاً نحدد نقاط القوة والضعف لديهم ونولي اهتماماً خاصاً لكيفية تأثير هذه النقاط، أي القوة والضعف، على مشروعنا وعلى نجاح هذا المشروع. خامسا يمكننا توقع سلوكهم بناء على استراتيجيات بديلة قد نقوم بتطبيقها. سادسا نقوم بتحديد الاستراتيجية التي نرغب في تضمينها ضمن خطة عمل مشروعنا. الآن سأطرح عليكم مثالا لمشروع لتوضيح ما سبق من النقاط الستة. فلنعتبر أن المشروع مثلا له علاقة بتطوير منتج جديد، مثلا العصير، لأني أحب العصير. مشروع مثلا مصنع للعصير، وبالتالي قد تكون محلات السوبر ماركت مثالا جيدا لأصحاب المصلحة، والتي هي النقطة الأولى التي حددنا فيها من هم المسؤولون أو من هم أصحاب المصلحة. ودعونا نفكر طبعا بشكل خاص بسوبر ماركت متخصص في بيع الأطعمة الطبيعية والعضوية، وليس أي سوبر ماركت. ثانياً سنقوم بجمع المعلومات عنهم والتفكير بالأمور التي تهمهم، ما هي مهمتهم، ما هو شغف الشركة. في هذه الحالة وطبقاً لنفس المثال، فإن هذه السلسلة تحديداً من المتاجر تهتم بالأكل الصحي والأغذية العضوية وتحرص على توفيرها بشكل آمن لمستهلكيها، وهذه هي النقطة الثالثة. رابعاً بما أننا أصبحنا متأكدين وأصبح من الواضح لمشروعنا بأن العمل مع سلسلة المتاجر المذكورة في مثالنا والتعاون معها، أي مع هذه السلسلة الضخمة من المتاجر، سيكون هو مفتاحنا للنجاح، أي هي من نقاط القوة، وبالتالي يجب أن نحرص على إيجاد الاستراتيجية المناسبة وأن نضمن مراعاة مشروعنا لمهمتهم، وهي النقطة الرابعة. خامسا بالتالي سنقوم بتوقع ماهية ميولهم وسلوكهم بناء على ما لدينا من شهادات وبناء على جودة منتجنا النهائي، وهذا شيء مهم جدا. سادسا فإن المشروع يجب أن يتضمن في هذه الحالة مجموعة من الإجراءات اللازمة للحصول
مثلا على شهادة في الأغذية العضوية من وزارة الزراعة حتى نتمكن من الامتثال لمهمة أصحاب المصلحة. من أحد الأطر الشائعة جدا والمستخدمة على نطاق واسع في إدارة المشروعات اليوم طبعا هو تطبيق شبكة السلطة والاهتمام، والذي يتحدث عن تحديد موضع أصحاب المصلحة ضمن محورين رئيسيين ألا وهما السلطة والاهتمام. هل هم من أصحاب السلطة العليا أم هم من أصحاب السلطة المنخفضة أو الدنيا؟ هل هم ذو اهتمام بالغ أو كبير أم ذو اهتمام ثانوي؟ بمجرد أن تحدد موضع أصحاب المصلحة على المحورين المذكورين والموضحين في الشكل، فهذا سيحدد استراتيجية معينة ونمطا خاصا من التفاعل. دعوني أذكر لكم مثالا. على سبيل المثال، مع أصحاب المصلحة ذوي السلطة المنخفضة والاهتمام الثانوي علينا فقط متابعتهم للتأكد من عدم وجود أي تغيير. وبالمثل مع أصحاب المصلحة الذين من المحتمل أن تكون لديهم سلطة عليا واهتمام ثانوي، يجب علينا أن نبقيهم مرضيين، ونرغب في أن نبقيهم مرضيين لأن نتيجة عدم رضاهم أمر خطير ومن المهم مراعاته. إذا كان أصحاب المصلحة الذين لديهم سلطة عليا واهتمام ثانوي غير راضين وأصبحوا من أصحاب المصلحة ذوي الاهتمام البالغ، فهذا على الأرجح ربما يكون إشارة لنا بأن الأمور لا تسير على ما يرام في مشروعنا، وبالتالي إذا حافظنا على رضاهم فسيبقون هم في الربع ذي الاهتمام الثانوي، وكذلك الأمر مع المربعين الآخرين. نهاية أود أن أختم بمثال عالمي لتوضيح بشكل أكثر للمستمعين. لم تكن جميع المشاريع الرئيسية التي سمعنا عنها بالتاريخ من المشاريع الضخمة ناجحة، فهي تفشل في كثير من الأحيان في فكرة تحديد أصحاب المصلحة وتحديد مؤسستها بشكل صحيح. دعوني أنتقل بكم إلى مكان بعيد ألا وهو أمريكا، بمثال في افتتاح حدث بالعام 1995 ألا هو مطار دنفر الدولي، وهو مطار معروف وشهير، ولكن من المعروف أن المطار قد عانى من سلسلة من المشاكل، حيث تم افتتاحه متأخرا بنحو 16 شهرا وتخطى الميزانية المحددة بمبلغ 2 مليار دولار. دعونا نعود في التاريخ إلى الوراء ونقوم بتحليل المشكلة. سبب المشكلة الأساسية هو عدم وجود الفكر السليم والخطة المناسبة للعمل لمختلف أصحاب المصلحة المعنيين، حيث كانت هناك عدة أطراف وكانت مختلفة للغاية في طبيعتها. لم يوفق مدير المشروع أيضا لتحقيق النجاح بسبب عدم تحديد الاهتمامات المختلفة لديهم والسلطات المختلفة التي يمتلكونها بالنسبة للنجاح والقدرة على التأثير على نجاح هذا المشروع. فمن الآن وصاعدا عندما نشرع في تخطيط مشروع، يجب أن ندرس المؤسسة بشكل جيد وندرس أصحاب المصلحة المختلفين ونعلم دور كل منهم في مشروعنا الذي نتطلع لإقامته. مثل ما بيقولوا عنا بالعامية بسوريا، إذا كثروا الطباخين بتحترق الطبخة. كان هذا الدرس الرابع من سلسلة دورة أساسيات تخطيط وإدارة المشاريع المقدمة لكم من قناة عالم العطاء. دمتم بألف خير وإلى اللقاء في الدرس التالي.